رجعنا لنتابع دردشات أكيد عبر صوت النجوم. أغنية جديدة أكيد عم تسمعوها عبر صوت النجوم. مرقت ليالي. برنس ربيع معي على الهواء. ألو ألو، مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور، مبروك الأغنية برنس ربيع. حبيب قلبي أستاذ وليد، ما في كل الذوق، وإن شاء الله يا رب نشوفك على المراتي وعلى درجات هالبرنامج الحلو اللي هو درجات فيه حلو كثير. Thank you. برنس من هون لألمانيا، أكيد أنت من لبنان، مقيم حاليا بألمانيا، وكل المغتربين حبوا الأغنية. موضوعها كتير جديد، كتير حلو. مرقت ليالي، منا هينة يكون حدا عنده حبيب يحفر فيه بتاريخ ميلاده يقلب له إياه نكد. هيدي شغلة مش مزح يعني. صحيح. عن تجربة أو عجبك الموضوع؟ أول شيء عن تجربة، وثاني شيء يعني منقول كتير ناس كتير يلي كتبها الأستاذ الشاعر ربيع راجح، يلي فهم على هالخطوات الحلوة. بنوجه له تحية أكيد لأستاذ ربيع راجح. أكيد، ومن الألحان أكيد أستاذ زاهي صفية، تسجيل فيديو عام المنصور. يعني هذه الغنية ما أجت على عبث، غنية كتير حلوة، وموضوعها كتير مضمونة كتير، عجبني كتير وغنيناها والحمد لله توفقنا فيها. وعم بتنال رواج. أكيد ما في شك، يعني تصور من لما نزلت الحمد لله على جميع التواصل الاجتماعي، تليفونات وكومنتار، ويعني كتير مبسوطين بالغنية حلوة، وعطت رونة كتير حلو لجميع المستمعين. يعني غنية كتير سلسة وكتير كتير. ربيع، وقت منعمل أغنية وبتضرب بصير صعب نقدر ننزل تحتها بالذوق، يعني بدك تخبرنا شو عم بتحضر لقدام بعد مرقت ليالي. صحيح، هلأ كل شخص بده يحضر شيء جديد وتضرب معه إن شاء الله الغنية، أكيد يكون عم يحضر لشيء أقوى. هلأ أنا والأستاذ ربيع محضرين شيء كتير حلو، في غنية إن شاء الله على الطريق، وأكيد في غنية ثانية كمان من الشعر الجنوب أستاذ عماد بعلبتي. أعطيني غنية كتير حلوة إن شاء الله يا رب، حتكون بأول الصيفية لأنه حتكون مولعة نار، هي غنية سيد ربيع راجع. يعني كتير صيفيات حلوة كتير، إن شاء الله تنلع شيرتين يا رب. يعني نحن عم نختم الصيفية وأنت عم حضر أعمال بتخلص بالصيفية اللي جاي. أكيد، هلا ما بتعرف شو بصير بعدين، يعني إذا في أغاني بعد جديدة ما بتعرف شو حينزل، يعني كلها واحدة عم تنزل إن شاء الله، عم نحضر شيء جديد إذا الله راد. بالنسبة للحفلات ربيع الصيفية بعدها ما خلصت، يعني عندك جولة طويلة مثل ما فهمت. نعم أكيد، الحمد لله لا موجود عندي دورة أوروبية موجودة بين سويسرا ألمانيا والدنمارك، والحمد لله يعني عم نشتغل على حالنا كثير، وعم نشتغل على الحفلات والأعراس وهيك شغلات، يعني تأخر الله كله ماشي على ما يرام. عنا جولة من سويسرا لألمانيا لفرنسا للدنمارك. الله يقويك للدنمارك. ومارق بالجولة لبنان إن شاء الله إذا الله راد. أكيد بتشكر كمان مدير أعمال السيد علي. إذا الله راد السنة الجاي أكيد في شيء جديد كمان بلبنان، وحسب حسب الشغل إن شاء الله، الأستاذ علي هو اللي بيستفاد بهذا الشيء تحت. نرجع لمرقة ليالي برنس. إرادة لهلأ عن أصدقاء؟ ليك الصراحة الغنية كتير حلوة، لو ماني راضي عليها بالمؤاخذة يعني سوري، ما بيجيني هالكمية الاتصالات، وما بيجيني هالكمية الردود الحلوة والكومنتات، يعني مش معقول، يعني كتير مبسوط فيها. والأستاذ ربيع يعني ضرب على الوجع، يعني ضرب وين؟ ضرب على الوجع المضبوط يعني، وأنا بحب الغنية وعطيتها أحساسي، كتر خير الله يعني عملت كلها كومبليت. أكيد ما بنسى يعني أستاذ عامر المفروض يلي مسج لي إياها وعمل لي إياها، تعب عليها كتير وتنجمت فيها مثل ما بيقولوا. والحان سيد زاهي صفية كمان اشتغل عليها كتير، يعني فنان معروف أستاذ زاهي صفية، فنان كبير حبيب قلبي بلندن. أكيد أنا بدي بوجه له أحلى تحية، ويعني كان كل هيدا الفريق العمل ضمنين هاي الغنية وحاضنينها مثل البيت.
عرفتي؟ فالحمد لله توفقت فيها وانبسطت كثير فيها وكل العالم كثير مبسوطه يعني. برنس ربيع انا بدي اتمنى لك التوفيق ورح نستمتع بسماع الاغنيه. حبيب قلبي وانا كثير بتشكرك وبحب اتشكر كمان شركه اي بي استاذ نضال دحامي اللي دعمني بهذا الشيء واستاذ المايسترو اسامه رمضان والسيد محمود رمضان اللي اكيد حضنوني بكل اعمالي. واكيد كمان بتشكر استديو امينه اللي دعمني بهذا الشيء وعم يدعمني بكل شيء. حبيب قلبي استاذ عصام امين المخرج العظيم. وبتشكركم انكم وبتشكر استاذ عبد الله اللي كمان خلاني بهذا البيت مثل بيتي. شكرك لك استاذ وليد اللي انتم صرتوا من العائله واحده. انا بتشكركم وحبيبه قلبي واهم شيء اولى للجمهور اللبناني وجمهور الاوروبي انا بحبكم كثير لولاكم انا ماني شيء وانا بقدر فيكم قلبي بيتكم. Thank you برنس ربيع بالتوفيق وناطرين كل أعمالك. نسمع مرقت ليالي إن شاء الله. مرقت ليالي ما جيت عبالي قلت لحالي خلاص نسيتك ما نزل دمعة من عيوني جمعة نسيانك شمعة بنار لقيتك ولعتك احتفل ويا ريت ما ولعتك والنور اللي فيها غفل جددت ورجعتك متت انا وعايش لمين بدي الجأ ورصاص حبك طايش ما في عندي ملجأ. رحت بخيالي شفتك قبالي بعدك يا غالي روحي والنفس قتلني الهوى يا ريتك الدواء لبقينا سوا فلينا وخلاص مش عارف إذا الزمن رح ينساني بقلبك لقلبك قلبي اتمن وانجرح من قلبك لو شفتك بالمنام جاي ومعك ضحكي رح في من الأوهام انساك وما ابكي.